مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من مساحة للرأي. ألقى تقرير لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة، والذي أوضح أن الكهرباء النظيفة شكلت 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي. في الوقت نفسه يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارا مدفوعا بالسياسات الصناعية والطلب في سوق الطاقة. حول هذا الموضوع يسعدني أن نفتح هذا الملف في هذه الحلقة، وحيث نستضيف الدكتور محمد طه الجهري، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار. مرحبا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني حضرتك أستاذ الاقتصاد طبعا بجامعة القاهرة، لابد طبعا نؤكد على جامعتنا العريقة، والموضوع هام في اقتصاديات الطاقة وسوق الطاقة، لكن اسمح لنا قبل أن نذهب إلى هذا الحوار أن نذهب إلى هذا التقرير. تواصل الطاقة المتجددة فرض وجودها داخل مشهد الطاقة العالمي، حيث يسعى العالم بخطى متسارعة للاستثمار بمشاريع الطاقة النظيفة وخفض اعتماده على الوقود الأحفوري للحد من تغير المناخ. في هذا السياق أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة إلى أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023. وفي الوقت نفسه يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارا مدفوعا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق، لا سيما أنه في عام 2023 أضافت الطاقة النظيفة حوالي 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ونتيجة لذلك شكل نمو الطاقة النظيفة حوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في عام 2023. وبحسب التقرير فقد شكلت الطاقة النظيفة حوالي 5 نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 5.2% في عام 2023. وجاءت الزيادة الأكبر من الاستثمار في قدرة الطاقة النظيفة، تليها مبيعات المعدات النظيفة. وفي سياق متصل وفي الاتحاد الأوروبي شكلت الطاقة النظيفة ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وهي أعلى حصة في أي منطقة تم تقييمها، على الرغم من تضخم حصتها بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%. ومع ذلك فإن الأهداف والسياسات المناخية القوية للاتحاد الأوروبي تدعم الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة، وبالتالي فإن تكنولوجيات الطاقة النظيفة توفر بالفعل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الدول. عودة من جديد مشاهدينا إلى ملف الطاقة. نحن الآن في عصر الثروة وصناعة الثروات، والطاقة هي المحرك الأساسي، والاتجاه العالمي في سوق أو أسواق الطاقة إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة أو الطاقة المستدامة. لذلك أسأل ضيفي مباشرة دكتور محمد طه الجهري، الرؤية المستقبلية محليا وعالميا ناحية الطاقات النظيفة والطاقات المستدامة، ما حدوتة هذا الموضوع؟ الحقيقة طبعا بعد ما حدث من أضرار كبيرة للوقود الأحفوري على مستوى العالم وما أضر بالبيئة، أيضا إلا ما حدث في الاقتصاد العالمي وضغط الوقود الأحفوري على بعض الاقتصاديات العالمية، اتجهت كثير من البلدان إلى توفير بديل آخر للوقود الأحفوري اللي احنا كلنا عارفينه، البترول اللي بيتحكم في اقتصادات كثير من العالم. فبدأوا يتجههم إلى اتجاه آخر وهو الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة. هذه الطاقة طاقة ليس لها انبعاثات حرارية تؤثر على المناخ أو تؤثر على المحيط الخاص بالحياة المائية أو الحياة العامة للأحياء المائية. فبالتالي اتجهوا إلى تواجد كثير من أنواع الطاقة المتجددة، يمكن كان على سبيل المثال ولا الحصر طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة الكهرومغناطيسية في توليد ما يحتاجون له من باور لتشغيل الآلات ولا الإضاءة وما إلى ذلك يعني. لكن أصبح في ذات الوقت أن كل هذه الطاقات النظيفة أو المتجددة بتصب في أن هي بتجيب كهرباء،
حتى لدرجة ان السيارات كمان اللي كانت تعمل بالبنزين او الغاز او غيرها من الوقود ايضا الذهاب ناحية توحيد الطاقة التي في النهاية نستخدمها الا وهي الكهرباء. ما هو الجديد في هذا الصدد والتركيز على الكهرباء؟ انا مش هقول كهرباء، انا هقول توليد الطاقة. لان الكهرباء اللي احنا بنولدها للمحرك السيارة هي كهرباء علشان طاقة الدفع السيارة. فاحنا هي كهرباء، الكهرباء دي بتستخدم في الدفع. احنا كنا بنولد مثلا الكهرباء للسيارة علشان الدفع والطاقة عشان الموتور يمشي كنا بنحط البنزين زمان. تمام. لا وما زال بس الاتجاه ناحية السيارات الكهربائية او العجينة حتى. هذه السيارات الكهربائية طبعا هي الافضل على مستوى الاداء، الافضل على مستوى البيئة، الافضل على مستوى الرقي. لكن طبعا في الوقت الحالي ما زالت تجارب، يعني في طور التجارب. طبعا التكلفه بتاعت انتاج السياره الكهربائيه يمكن عاليه شويه، فبالتالي يمكن بعض الدول ومنها مصر عملت تسهيلات جمركيه للحصول على مثل هذه السيارات علشان الاضرار بالبيئه. يمكن الصيانه بتاعتها برضو اصبحت بالنسبه لنا ما زالت في المجهول، يعني كل حد عنده عربيه بيبقى هيعملها. لكن ما اردت السؤال عنه في هذا الموضوع اللي هو تحويل هذه الطاقات النظيفه في النهايه الى طاقه موحده اللي هي الكهرباء في النهايه، قطار كهربائي، سياره كهربائيه، مصانع تعمل بالكهرباء، ايا كان بقى الطاقات النظيفه اللي احنا بنستثمر فيها. ما زي ما قلت لحضرتك في استثمارات قديمة، الاستثمار الطاقات المتجددة الموجودة في الطبيعة إلى طاقة كهربائية للحصول على حركة، للحصول على باور، للحصول على طاقة. يعني أنا ممكن عن طريق المولدات الخاصة بالكهرباء اللي هي مثلا كهرباء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أن أنا أحصل على كهرباء نعمل إنارة لكافة الشوارع، أمشي التيار الكهربائي، أمشي القطار الكهربائي، أمشي مترو بالكهرباء، أمشي العربية بالكهرباء. أنا بحصل عليها إزاي من طاقة متجددة؟ هو السورس اللي إحنا بنحصل عليه بدل ما هو عبارة عن مكنة بتشغل. أصل أهم حاجة إحنا كنا بندرس يمكن زمان في العلوم حاجة وإحنا صغيرين كده، إحنا إزاي تولد الكهرباء من خلال حركة. انت من خلال الحركه دي تقدر تولد طاقه كهربائيه. طب الحركه دي لازم تيجي، كنا بنجيب محرك نشغله بالديزل او البنزين عشان نعمل. هو النهارده بدا طاقه الرياح تحرك الموتور تقوم تديك باور علشان يشغل كل الحاجات الكهربائيه اللي حواليك او يديك طاقه عشان تشتغل بيها. طبعا جدير بالذكر ان الطاقه دي طاقه موجوده عند كل الناس. يمكن ربنا وهب مصر على سبيل المثال بالكثير من الطاقات المتجدده دي، ان احنا مش هنستورد طاقه من بره، مش هنستورد بنزين او هنستنى بترول عشان يمشي السيارات بتاعتنا او علشان نشغل المصانع بتاعتنا او عندنا الغاز خلص. لا، احنا عندنا طاقه متجدده، طاقه الرياح، عندنا طاقه الماء. يمكن اول الكهرباء في مصر كانت مستمره اللي هي طاقه الطاقه المائيه، السد العالي. ده كان اعجاز، ما هو ده عن طريق توليد الكهرباء عن طريق حركه الماء وتدفق الماء من ارتفاع الانخفاض، ده كان بيعمل طاقه. ودي من ضمن الطاقات الجديده اللي هي الطاقه المائيه، تستخدم انحدار الماء في توليد الطاقه. طيب وفي التحولات العالم الجديد اليوم ايضا مخزون الطاقات اصبح هو المخزون الاستراتيجي. يعني لو عندك طاقه تعمل بيها اي حاجه، هتبعت سفن تستورد، هتقدر ان انت في الوطن تعمل صناعه، هتقدر ان انت تعمل تامين للحاله الكهربائيه. ماذا عن تخزين الطاقات؟ هو بالطبع الفتره اللي فاتت كلها زي ما يمكن قلت في بدايه الحديث انها كانت وهي بتؤثر على اقتصاديات العالم. يعني احنا كنا عارفين ان السلاح الاقوى كان في حرب اكتوبر 73 كان منع العرب توريد البترول للدول الاوروبيه او لاسرائيل اللي هي بالدول اللي بتساعد اسرائيل، فبالتالي ده كان سلاح ضغط. فمعنى كده ان وجود الطاقه وتخزين الطاقه هو شيء هام جدا لاقتصاديات البلدان. انا لو النهارده بعتمد في كل الياتي على البترول وانا ما عنديش مورد متدفق من البترول التخزين. فبالتالي انا عندي مشكله اقتصاديه، وبالتالي في ضغط استراتيجي من بره عليا ان هم لو منعوا الطاقه دي يعني هيوقفوني. طب الطاقه دي متجدده او متجدده، انت حضرتك بتقول تخزين الطاخه، انا ما عنديش بقى ابار بترول متخزن بيه، انا عندي طاقه الرياح، عندي توربينات. وبعدين توليد التوربينات اللي بيحصل من الطاقه ان هي بتتخزن في بطاريات. يعني النظام بتاع توليد الطاقه مثلا من الرياح او من الطاقه الشمسيه، ان انا عندي الشمس بتبقى موجوده الصبح، باخد الطاقه الشمسيه بخزنها في بطاريات، بقدر ان انا بعد ما تنتهي استغل هذه الطاقه مره اخرى. لكن في المعنى الاستراتيجي او المعنى الاقتصادي تكلفه هذه الاليات عاليه جدا. يعني انا عشان ابتدي انتقل من الطاقه الوقود الاحفوري
او الوقود الاسود زي ما بنسميه الى الطاقه صديقه البيئه او الاقتصاد الاخضر، ان انا اشتغل بهذه الطاقات محتاج تحويل كل الاليات اللي عنده، محتاج ضخ رؤوس اموال واستثمارات في مثل هذه الطاقه، لم يات ثماره في الوقت الحالي، لكن بالتدريج سيكون هناك يعني تبديل لهذه الطاقات. طيب ما هي التحديات التي تواجه استخدام الطاقه النظيفه على نطاق واسع ومتسع؟ اولا الاستثمار، رؤوس الاموال الجديده عايزه دوره راس المال تبقى سريعه. تكلفه الاستثمار في هذه الاصول تكلفه باهظه، ولذلك يمكن كان في مؤتمر المناخ الاخير كان في اتفاق ما بين الدول الاوروبيه ان هي تساعد الدول الافريقيه او اللي هي اكثر تضررا من المناخ ان هي تديها منح من البنك الدولي او منح لا ترد في انشاء هذه المحطات التي تستطيع ان تولد الطاقه من الموارد الطبيعيه، علشان يبقى في تغير من الوقود الاحفوري للاقتصاد الاخضر علشان الاضرار بالبيئه. فلاننا لهذه الاقتصاديات لا يستطيع اقتصاد خاص ان يتحملها، يعني انا وحضرتك كده مجموعه من المشاهدين ما ينفعش نعمل شركه ونقول احنا هنستثمر في الطاقه النظيفه في الوقت الحالي، لان التكلفه بتاعتها باهظه، وعشان تجي لك مردود راس المال تمام هيبقى في فتره طويله، لكن الشركات اللي هي تبع الحكومه او الشركات اللوجستيه الخاصه الكبيره اللي هي بتهدف الى النفع العام، هذه الشركات هي اللي بتستثمر في الطاقه النظيفه، هي اللي بتستثمر في هذه الايه الاستثمارات، زي ما بالظبط الحكومه بتعمل مشروعات كبيره اللي ما يقدرش الافراد يعملوها، زي الاستثمار في الطرق والاستثمار في البنيه التحتيه، وبعد كده ممكن الشركات الثانيه تبتدي تخش فيها. فدي المشكله اللي هي بتواجه الانتشار للطاقه الخضراء او الطاقه النظيفه. جميل، الطاقه الخضراء نعم او النظيفه. هناك تنافس ما بين الدول في هذه السوق الجديدة اللي هي سوق الطاقة الخضراء أو النظيفة كما ذكرت حضرتك، هذه التنافسية سوقها ازاي، خريطتها ازاي، توزيعها الجيوسياسي ماشي ازاي؟ حضرتك بدأت يمكن من الإجابة الجيوسياسي. احنا النهاردة المشكلة كانت في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، خوف الدول الأوروبية من توقف الإمداد الغاز الخاص بروسيا، فالنهارده اصبحت الطاقه يعني حاجه استراتيجيه. العمله الاهم وقفت في المانيا، في بعض المصانع وقفت في المانيا، كان في مشاكل عندهم في الشتاء علشان هم بيستخدموا الطاقه ديت في الغاز في التدفئه في الشتاء القارس في الدول الاوروبيه، فبالتالي اصبح مصير اوروبا او مصير المانيا وبعض الدول الاوروبيه بيرتهم بروسيا ان هي تمدهم بالغاز، فكل الدول عايزه تطلع في تستقل عن هذه الدول، ما يبقاش تحت ضغط دوله ما، فبالتالي بدات مشروعات كبرى في مثل هذه الدول على راسها اوروبا ان هي تحافظ على امنها الاقتصادي، لان ده امن اقتصادي فعلا وامن سياسي، وايضا تحافظ على صحه مواطنيها وتحافظ على المناخ هناك، فبداوا يتجهوا الى الاستثمار في مثل هذه المشروعات، فبالتالي هناك ضغط قومي عالمي للاستثمار في المشروعات ديت. يمكن فيهم دلوقتي بيعملوا تجارب على بعض الطيارات اللي هي بتشتغل بالطاقه النظيفه، مش هنقول بقى القطار السريع، لا هم وصلوا لمرحله اكبر لان هم عندهم محتاجين ده، فده شيء ايجابي للعالم كله، للعالم كله قاره واحده، احنا كلنا بنتاثر بالمناخ على مستوى العالم. يمكن قمه المناخ اما كان لنا الشرف ان احنا استضفناها هنا، يمكن شفنا الكثير من الاهتمام العالمي ورؤساء الدول الكبرى كلهم جم مصر علشان مثل هذه القمه، لان هم حاسين ان في مشكله هتحصل للمناخ على مستوى العالم. فبالتالي هي التحديات اللي بتواجهنا زي ما قلت لحضرتك اللي هي الاستثمارات لابد ان توجه من الحكومه، والحكومات بدات تتصارع. يمكن الصين بدات هذه الخطوه منذ فتره، بدات بانتاج سيارات، في سيارات اوروبيه بتنتج اللي هي السيارات الهايبريد اللي هي بتشتغل بالبنزين وبالطاقه النظيفه الطاقه الكهربائيه، بعد كده في سيارات كهربائيه فقط اتعملت، بعد كده بيعملوا انواع ثانيه من السيارات عشان يستغنوا عن الوقود الاحفوري. طيب اسمح لنا نستمر في فهم المزيد حول هذه التنافسية ودور القطاع الخاص أيضا في الدخول فيها عالميا وإقليميا، لكن بعد هذا التقرير.
نبدأ جولتنا الصحفية بالأهرام. دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قال إن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية 17 للتنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حاليا في مصر في مجال الطاقة المتجددة. وفي اليوم السابع دكتور محمد السيد خبير الطاقة المتجددة يؤكد على أن مصر تسير بخطوات متقدمة في مجال تنمية وتطوير الصناعة باستخدام الطاقة المتجددة، وتعد مدينة طربون الصناعية أكبر المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية خطوة على الطريق، كما أن محطة بنبان هي أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، حيث وصفها البنك الدولي كأفضل المشروعات التي شارك في تمويلها اقتصاديا. أما في الشروق دكتور أيمن هيبة المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة يكشف النقابة عن أن إنشاء مصنع للسيليكون في ضوء استراتيجية متكاملة لمنظومة الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية في مصر يمثل خطوة مهمة، إلا أنها تتطلب دراسة لحجم الطلب في السوق والعمل على زيادة المشروعات الصناعية. وفي جريدة الطاقة دكتور محمد البنا يبعث برسالة مفادها أن تقرير رؤية مصر 2030 يضع قطاع الطاقة بمثابة حجر الزاوية الأكثر أهمية للتنمية المستدامة، وذلك بين الجوانب العشرة في خطة النمو طويلة الأجل، ومن المستهدف رفع مساهمة الطاقة بنسبة 42% مع تطوير 28 منطقة لتطوير المشروعات وسعة النطاق، مما يسلط الضوء على مستقبل الطاقة فأكثر خضرة واستدامة. ونختتم جولتنا بنيويورك تايمز، حيث يرى دكتور جاستن دراج أن دمج الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة بمصر يؤدي إلى جذب الاستثمارات التي تشجع على نمو الاقتصاد متعدد القطاعات، فلا شك أن المزايا النسبية التي تتمتع بها قطاعات الطاقة المتجددة من بنية تحتية ضخمة ومرافق تخزين واسعة ستلعب دورا حيويا في إنتاج الهيدروجين المستدام في المستقبل. القطاع الخاص ودوره في الطاقة الخضراء عالميا وإقليميا هو هذا المحور، هناك مساحة كبيرة للقطاع الخاص عالميا في هذا الصدد، لماذا؟ الحقيقة أن القطاع الخاص زي ما قلت لحضرتك هو يعني يمكن القطاع الخاص هو عماد الاقتصاد، وهو ما يقوم بكثير من المشروعات يعني هنقول اللي فيها مخاطرة زيادة، يمكن الدولة أو الدول كلها بتعمل المشروعات اللي هي خاصة بالدعم اللوجستي زي الطرق زي الكباري وزي انشاء القطار مثلا السريع، انشاء المواني، انشاء المطارات، لكن القطاع الخاص بيهتم بحاجات تانية. لكن من ضمن اهتمامات القطاع الخاص بقى في الفترة الجاية ديت، يمكن في شركات في مصر اتعملت، يمكن معرفش السادة المشاهدين يعرفوا، في بعض الشركات دلوقتي تعاقدت مع وزارة الكهرباء ان هم يعملوا محطات توليد طاقة شمسية للافراد، بحيث ان انا كفرد احصل على الطاقة الشمسية وفائض الطاقة ديت اصدره فين بقى، مش اصدره في ازاز ولا حاجه، لا ان هو بيربط المحطه اللي انت عاملها ديت بالشبكه القوميه وياخد منك، يعني انت عندك عداد لما هم ياخدوا منك علشان يغذوا الشبكه دي يدوا لك فلوس. ده نظام متبع عالميا طبعا منذ سنوات طويله، وفي بعض الشركات القطاع الخاص اتعملت في مصر بغرض الاستثمار في هذه بدات تنفذ افندي، موجوده شركات كتير، ده بقالها سنتين الطريقه دي، يعني في ناس موجوده فعلا شركات بعينها يعني موجوده لا يعني في اسر منازل الان في منازل بتصدر طاقه تحصل على اموال موجوده والله بالفعل في اي مناطق في مصر، بس طبعا هي اغلبها كلها يعني ايه ناس فيلا، واحد عنده مثلا فيلا وعنده مزرعه وكده بيقدر ان هو طبعا يعني عشان لازم المساحه تكون كبيره طبعاً. المساحه تكون كبيره عشان الخلايا الشمسيه بتاخد مساحه كبيره يعني. طيب وكمان دور الطاقه الخضراء والطاقه النظيفه مهم جدا في الماء والزراعه بالطبع يعني كمان في هذه الاقتصاديات فتحت مع اقتصاديات اخرى، يعني اقتصاديات الطاقه قامت فاتحه مع اقتصاديات الزراعه النهارده حضرتك والسراعة. علشان تستطيع ان مثلا في توشكا انت علشان تعمل مجتمع ريفي مثلا جوه مكان يبعد عن العمران مثلا 200 كيلو جوه الصحراء عشان تستصلح ارض انت محتاج طاقه، مش معقول انت هتمد الطاقه الكهربائيه من مكان يبعد 200 كيلو لهذه المزرعه علشان تستثمر فيها، لا انا ممكن اعمل خلايا يا اما بطاقه الرياح على حسب المنطقه اللي انا هعمل فيها مشروعي، يا اما الطاقه الشمسيه استطيع ان انا اعمل حضاره واستطيع ان انا اعمل ابار للانتاج المائي من خلال الطاقه الشمسيه وابتدي استصلح في الصحراء وابتدي اعمل اللي انا عايزه، فبالتالي العماد الاساسي للاستثمار في الزراعه هو
الطاقة النظيفة. أنا ما بدرش بالبيئة، ويمكن كثير حضرتك أنت زرت المنطقة الجديدة بتعمل في أسوان، هتلاقي في مزارع كتير شغالين بالطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة. يعني ده لعدم لعدم سهولة كمان الحصول على الطاقة العادية. يعني الطاقة النظيفة بتعمل لنا فكرة الترانسفورميشن أو التحول، مش بس التحول الرقمي في هذا العصر، ولكن أيضا التحول الحياتي للمستقبل، ويمكن هو التحول الأهم. لأن زي ما قلت حضرتك مفيش حد النهاردة ما بيعتمدش. وأنا شفت يمكن في شرم الشيخ عاملين مشروع هناك إن كافة عواميد الإنارة اللي موجودة في شرم الشيخ في بالطاقة الشمسية، لأن شرم الشيخ الشمس مشرقة ما شاء الله أغلب فترات السنة، فكل عمود إنارة موجود فيه خلايا ضوئية وبتشتغل بالطاقة الشمسية، ودي للوصول إلى طاقة نظيفة. يمكن بدأوا يعملوا كده بالفعل. يمكن أنا برضو في يعني معلوماتي إن في بيحاولوا إنهم يعملوا مشروع إن شرم الشيخ تبقى بدون سيارات بدون نظيفة. مدينة نظيفة وبدون سيارات بنزين، بيحاولوا إنهم يعملوا سيارات داخلية تعمل بالطاقة النظيفة. الطاقة النظيفة. طيب ده بيخدني ايضا لموضوع ايضا مهم وموازي، الا وهو التكنولوجيا الجديدة التي تدفع لاستخدام الطاقة النظيفة. ما هي التكنولوجيات الجديدة التي تستخدم في هذا الصدد؟ الحقيقة في احنا كنا مركزين الفترة اللي فاتت على الطاقة الشمسية، وكنا مركزين على طاقة الرياح. دلوقتي في طاقات متجددة تاني، في طاقة الكهرومغناطيسية بتستخدم في توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، في الطاقة المائية باستخدامات أكثر يعني تكنولوجيا وتطورا عشان نحصل عليها. يمكن زي ما شفنا مثلا السد بتاع اثيوبيا، ده كان الجدل الاقتصادي او كان السبب الزراعي اللي بيقولوا هنعمل السد مش عشان الحصول على مية، عشان هم عندهم طبعا غزارة في المياه، لكن عشان الحصول على طاقة، على توليد كهرباء، على طاقة متجددة. فتعددت دلوقتي المصادر الطاقة المتجددة، بدأوا يفكروا. يمكن في بعض الحاجات الصغيرة دلوقتي انا بشوف كشافات، يمكن انا عندي برضو في منزلي حاجات بتشتغل بالطاقة الشمسية في الجاردن اللي بتنور لوحدها، ودي حاجة جميلة. فبدأ الناس تطلع الى تطبيق اكثر للطاقة، في وسائل اكثر للتطبيق، في يمكن شاحن موبايل دلوقتي بيشتغل بالطاقة الشمسية، بيقدر ان هو باور بانك يخزن الباور بتاعه، تقدر انت تشحن بيه. دي برضو حاجات جميلة. فده بدأ العالم يتطور للوصول الى حلول اخرى ومصادر اخرى للوصول الى طاقة جديدة ومتجددة ونظيفة. زي ما قلت لحضرتك، هي التكلفة الاستثمارية بتاعتها بتبقى على مدار السنين الاولى طبعا غير مجدية، لكن فيما بعد هي مضرة. لان انا حضرتك زي بالظبط لما بباهي الطريق وبشيل منه المطبات ومبنى على الحوادث اللي فيه، فانا بوفر في مصروفات العلاج، بوفر في مصنوعات حاجات كتير جدا، حاجات غير مباشره لا ترى. انا لما اعمل طريق كويس فانا بقلل نسبه الحوادث. في الاخر الدوله بتتحمل هذه الحوادث اللي بتحصل، اللي هي لشركات التامين بتتحمل مبالغ كبيره، فبالتالي انا بقللها بس بطريقه غير مباشره. نعم. يعني دكتور محمد، العالم الان ليس فقط في حروب عسكريه، ولكن الاخطر والاهم منها حروب المناخ، والطاقات الخضراء والطاقات النظيفه لها دور كبير في اطفاء هذه الحروب. لو توضح لنا هذا الموضوع ايضا. يعني لو حضرتك النهارده مثلا نظرنا على بعض الصراعات الموجوده، زي صراع مثلا العدوان الاسرائيلي على غزه، وما نراه من عدم وصول المساعدات الى غزه، فبالتالي ابتكر كثير من الموجودين في قطاع غزه وامدوهم بمحطات توليد كهرباء صغيره خاصه بالطاقه الشمسيه لتوليد طاقه عشان المستشفيات والحضانات وعشان الاستخدامات العاديه. فده يوريك ايه اهميه الطاقه دي بالنسبه لنا، وايه جدواها في الحرب وفي الضغط السياسي. طب خصوصا في ازمه المناخ بقى. في ازمه المناخ، في الحاجه اللي عندك الثانيه، ان انت زي ما قلت ان الطاقه الوقود الاحفوري بيضر بالطاقه وبيضر بالغلاف الجوي، فبالتالي وبيضر بالبيئه وبيضر بيك وبيا الاستنشاق. يعني حضرتك لو انت مشيت كده وحاولت تفتح شباك عربيتك فتره طويله وانت ماشي، هتلاقي ما تستنشقه من عادم وغازات، يعني يكفي انك معلش انت يعني تصرف مصاريف علاجك قد رحلتك كتير يعني. فبالتالي يعني توفير نفقات العلاج او توفير مناخ افضل لاولادنا ولنا. ايضا اللي احنا عارفين ان الزراعات بتتاثر بالانبعاثات الحراريه اللي بتحصل من الوقود الاحفوري والانبعاثات الثقيله اللي بتحصل منه. برضو مع الاضرار بالايزون، كل هذه الاضرارات
موجودة من الوقود الأحفوري، فبالتالي التحول للطاقة النظيفة فيقلل من هذه المخاطر والانبعاثات، ويقلل أيضا من ما يحدث للبشر وما يحدث لنا على في المستقبل. يمكن في بعض بيقول لك التغيرات المناخية اللي حصلت نتيجة تغير ثقب الأوزون، دي نتيجة الانبعاث الحراري اللي موجود من الوقود الأحفوري. وما هي التأثيرات بقى الاقتصادية في تخصص حضرتك لاستخدام هذه الطاقات الخضراء؟ انا بقى كاقتصادي او كمشروع اقتصادي، في اي مشروع في بداياته بيبقى فيه مشكله في التمويل، لان انا النهارده المفروض ان انا بعمل حاجه اسمها دوره راس مال، فانا النهارده عشان اعمل دوره راس مال لمشروع اقتصادي زي ده، دوره راس المال طبعا لن تحدث ان يكون بعد سنه او سنتين او ثلاثه، فهي الجدوله الاقتصاديه للافراد او للقطاع الخاص في الوقت الحالي مكلفه وغير مقبله للاستثمار، لكن للدول هي مهمه جدا، لان دي بتستثمر في زي ما قلت لحضرتك وبتعالج اضرار البيئيه الموجوده اللي الدوله اصلا بتدفع بعد كده تكلفتها. يعني تكلفه الاضرار بالبيئه الدوله هي اللي بتدفعها، فبالتالي الشركات الرائده في هذا المجال او الشركات الحكوميه بدات في الاستثمار الفعلي في مثل هذه المشروعات. النهارده لك ان تتخيل ان انا في مصنع ممكن اعمله في منطقه، والمنطقه السكنيه لما تسحف على مصانع زي مصانع الغزل والنسيج والمصانع الاخرى، فهي بتعمل مشكله. انت عندك مثلا بلد بحاله تبقى مصابه بربو مثلا نتيجه الانبعاثات اللي بتحصل، لما قلل هذه الانبعاثات عن طريق طاقه نظيفه وعن طريق انبعاثات الانبعاثات هذه الطاقه الثقيله، ده انا بستثمر في هذه شكرا جزيلا دكتور محمد طه الجهري استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره على هذه الايضاحات حول مستقبل الطاقات الخضراء والطاقات النظيفه محليا واقليميا وعالميا. شكرا لك. شكرا جزيلا مشاهدينا مساحه للراي، دائما مساحه من الابداع. بشكر فريق عمل البرنامج كلهم باسمه، وكان معكم احمد يوسف، الى اللقاء.